النقاش الجاري حاليا حول الدستور بمساهمة فئة الشباب بشكل كبير، خاصة حركة 20 فبراير التي عرفت بدورها مشاركة شباب ينتمون إلى شبيبة الأحزاب السياسية. موضوع الندوة التي نظمتها جمعية الشعلة لفتح نقاش حول الدور الذي يجب أن تطلع به هذه الشبيبة. روح 20 فبراير، الروح ديال هذه الحركة هذه اللي داخل الشبيبات الحزبية ومن ثم لداخل الأحزاب السياسية، لأنه المسألة الإصلاح هي مسألة شمولية وترتبط أيضا بالديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، زي اللي طالما المغاربة اشتكوا منها واشتكوا من عدم ثقتهم حتى في الأحزاب السياسية المفروض أنها تمثل المواطن. لهذا أنا أعتقد أن الدور الآن التاريخي للشبيبات الحزبية أن تساهم في الدفع بالديمقراطية الداخلية لأحزابها وأن تسقط رؤوس الاستبداد أيضا داخل هذه الأحزاب. هي فرصة ربما لن تتكرر، وفرها ربيع الديمقراطية العربية لشبيبة الأحزاب ببلادنا لتلعب دورها كاملا أو لتبقى مجرد تابع للهيئات العليا بأحزابها. الشبيبة الاستقلالية هي تتفق بشكل كبير جدا مع مطالب حركة 20 فبراير، لأنها تعتبرها مطالب تاريخية للشبيبة الاستقلالية، ليست مطالب وليدة اليوم ولا وليدة ربيع الديمقراطية العربية، بل هي مطالب تاريخية، مطالب عميقة مرتبطة بالمبادئ ديال الشبيبة. فاحنا كشباب نؤكد بأننا ضد منطق الزعامة وضد منطق المشيخة، ولكن في طبيعة الحال كنحترموا القيادات ديالنا وندافع كلنا في اتجاه أن الحزب ديالنا يكون قوي باش يساهم في التغيير المستقبلي للبلاد إن شاء الله. الكرة إذن في ملعب شبيبة الأحزاب لفرض رؤيتها المنطلقة من واقع تعيشه وتحسه، وتنزع عن الأحزاب التي تنتمي إليها نظاراتها القديمة التي ربما ترى فقط بالأبيض والأسود.